شاكر ومقدر أنصار السنة المحمدية لإتاحة الفرصة لطالب. في البداية عندي مجموعة من التساؤلات بطرحها للسلفيين، وبعده بدخل في النقاش أو جوهر الموضوع الجاي أنا داير أتكلم فيه. أول سؤال، ما مساحة السودان حاليا؟ كم عدد قبائل السودان بمختلف ثقافاتهم، وكم عدد لهجاتهم ولغاتهم موجود؟ دي الأسئلة المطروحة حاليا. إضافة لكذا، التصور الكلي بالنسبة لفكرة التعايش السلمي ما بين المجتمعات، هل هي بتخضع بالضبط لفكرة الأصولية أو الرجوع للماضي، أم في أشياء أو في أسباب موضوعية ومنطقية وعصرية بتخضع للتفكيك والتحليل ما بعد الناس بتعيش على سلام ووئام؟ ما حصل وما يحصل حاليا في السودان من 56 لليلة ما عنده علاقة برجوع لمعتقد أو رجوع لفكر محدد، في علاقة موضوعية أو علاقة عدمية مع الزمن الموجود. فهسه حاليا التردي والخصوة الحاصلة في السودان بتحتاج لشنو بالضبط؟ بتتكلم عن السعودية وبتتكلم عن اقتراب ذهني ودولة عابرة للقارات، كأنما حاملينه على جرارة وذهبين به إلى القارات الأخرى. عندنا قضايا حساسة شديد في الدولة ده الناس تكلم فيها بدل التغبيش والتدليس بعقول الآخرين. في نزوح، في لجوع، في جوع في السودان، ليه ما قاعدين تتكلم عنه؟ عن منابركم ومنتدياتكم لو كانت في الداخلية ولو كانت في الجامعات لم تتكلموا عن أزمة دارفور، لم تتكلموا ما يحصل في جبال النوبة، لم تتكلموا ما يحصل في جنوب السودان. وقبيل برجع لمداخلة الولد قبل مداخلتين من قبل ما أنا أداخل، اتكلم عن النظرة الإنسانية. انتوا فاكرين الإنسانية دي شنو؟ ما سلوك ومعاملات ما بتخضع للتمييز. عارفين التمييز شنو؟ حتى لو في إطار الدين انت تعاملت مع زول اتجاه الاخر من منطلق ديني فبالتالي انت ميزته على اساس العرق او اساس اللون. في افكار الناس قاعده تتعامل بها عشان تعيش مع بعض، عشان تعيش بتسامح. انت بتتكلم عن الدوله وعن الحاكميه، انت عارف فكره المواطنه شنو؟ انت عارف فكره التنوع الزاخر في المجتمع السوداني عشان الناس تعيش مع بعض محتاجين لشنو؟ اتفاكرين برجع وبقتبس من مقولة المفكر والمناضل جون غيرن لما قال ما في دولة تدخل جامع لكن الإنسان المدين هو اللي بدخل الجامع، والدير يدخل الجامع يدخل، والدير يدخل الكنيسة يدخل، والدير يعمل كل شيء فليعمل، ده حريته، ده الحرية. لا عندنا قضايا، لا خليك من كده، أنينا بنتكلم حين مثلا في الداخل، دي ما حرية الرأي والرأي الآخر. التساؤلات أنا سألتها بتمنى يعني من الشيوخ يردوا لي رد موضوعي في الإطار ده. أنتوا الدولة ده تصوركم له بالضبط شنو؟ في تنوع من مختلف الأبعاد، تصوركم للدولة ده شنو بالضبط؟ لو كانت من حيث الفكر الديني فبيكون إشكال. هنرجع لقانون 91 القانون الإسلامي، بنرجع لقوانين رجعية بتقطع الأيدي والأرجل عن خلاف. لو صح الناس ديرت تعالج المشاكل أو المشاكل بتاع اختلافات الطوائف الدينية، ترجع لكتب الإصلاحات الدينية اللي اتكلمت عنه مجموعة من المفكرين الإسلاميين أو المسلمين لو كانوا في السودان ولو كان في الدول الأخرى عموما بدون أي تمييز. لو قريت لمحمود محمد طه ما كان جيت اتكلمت بالصورة ده، لو قريت لناصر حامد أبو زيد ما كان جيت اتكلمت بالصورة ده، لو قريت لمحمد أركم ما كانوا جيتوا اتكلمتوا بالصورة ده. ده سبب الإشكال. لما نجي نرجع نقول يا أخ داعش لا تمثلنا ولا تمثل الهوية الإسلامية، فبالتالي أني نظرت عنا في الدين الإسلامي وأخرجناه من السمو والقدسية بتاعته. فداعش لو كانت ما بتمثل فبالتالي كلنا
كلنا المسلمين كلنا بيكون عندنا دواعش داخليه قنابل موقوته ما انفجرت ما اكثر من مساله بتخضع لشنو؟ ميزان القوه. داعش لقت نفسها بتمتلك ميزان القوه، القوه الاقتصاديه والقوه السياسيه والقوه الاعلاميه بكل الجوانب، قدرت استغلتها ما اكثر ولا زايد. وكذلك انتم لو اتاحت لكم الفرصه ده بتكونوا نفس ما فعلتها داعش، وما مستبعد كثير لانه ما في افكار بتطرح في داخل المجتمع المهدد، المجتمع اللي بيخصنا هنا، ما اللي بيخص الاخرين، ما يحصل ما بين السعوديه وما بين اليمنيين الحوثيين او غيرهم وغيرهم، دي حاجه ما بترجع لينا. أنا هنا برجع لينا البلد عم نحل قضايانا الداخليه مع بعض ومنحل قضايا الاخرين، دي لو اتاحت لينا الفرصه. شكرا اي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نحيي الجميع على حسن الاستماع ونشكر الله تعالى أن وفقنا للكلام بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جعلنا ممن يدافع عن الإسلام. وشوف الولد ده الآن في تناقض في كلامه لقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أي شيء بخالف الكتاب والسنة والحق بتلقى فيه تناقض، زي كلام الودة قال نحن ماذا نرجع؟ نرجع للقوانين الوضعية أو الأشياء الوضعية. انتقد فيها شنو؟ قالت تقطع من خلاف. التقطع من خلاف ده لمنو؟ للناس اللي بيقطعوا الطريق وبيظلموا. أنكر مسألة التقطع من خلاف، لأنه المسألة دي بتخالف أشياء معينة وما من الحكمة وكذا. في نفس الوقت أثنى على منو؟ داعش. وداعش ديل ما بقطع من خلاف، ديل بخلوا الخلاف لا غير الخلاف، ديل بيشيلوها كلها وسين لقوك انت بجيهوك وبيبدوا بينا نحن قبليك. حسي ده ما تناقض؟ انت الزول اللي بيقطع اليد بيجاي والكراع بيغادي، شالها كذي بيجاي وبيجاي زي بدها العجله قسمين الاثنين وخلى الباقي، ده احسن ولا الزول اللي شال الراس شت شالها برا احسن؟ يا تو يا ناس مش الاول يا ولد، انت الحاصل عليك شنو؟ انت زي ما قال اخونا قبل شويه، انت من القدام ولا الجداد ولا الحاصل شنو؟ دي مساله يا ناس، انتوا كذا انتبهوا معي. اثنين، داعش ديل بيقتلوا بغير وجه حق، وده زول ظلم الناس في الطريق خوفهم وكتلوا خوفوا فعلوا فعلوا فعل، في النهايه جاءت العقوبه من الله سبحانه وتعالى وجاء الحكم الشرعي الذي فيه النفع، لانه بانها تخويف ناس مسافرين ديل بيلموا فيهم بيقطعوا الطريق ومشاكل كثيره. انا بتعجب من وده. طيب النقطه الثانيه، قال الجوع والقسوه و الى اخره والاشياء دي وعلاجه، علاجه في الدين. شفت الدين ده الكثير من الناس ما بينه ده فيه العلاج، لان الله تعالى قال في القران: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. وطبعا في ناس بينظروا الايات والاحاديث والنصوص والعلم كلام ده بشوفوا لك يقول لك يا اخ ده ما نغاش ونحن المسائل دي وهو الى اخره ودم العلاج. العلاج الجماعه السياسيين ديل يتكلموا لما انفتروا كلام سايف انها طلع. النصوص دي جابت ثمرتها والله الذي لا اله غيره. ناس كانوا في جوع وعطش وتعب ويدفنوا البنات حيات ويطوفوا بالكعبه عرايا ومشاكل وبلاوي وخوف وهول وغيره، لما طبقوا الدين الله رفعهم، وليوم الليله رفع ذكرهم وهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم. شكذي مالك بن انس رحمه الله تعالى قال: لن يصلح اخر هذه الامه الا ما صلح به اولها. ترجع للكتاب والسنه وتحسن. انت قال الجوع ده عدم اكل، هسه امشي خش السوق تلقى البرتقال راقد، تفاح راقد، اي شيء مطاعم شغاله، اخر اليوم بيدفقوا الاكل، اخر اليوم بيدفقوا الاكل. يعني المشكله ما عدم اكل، وبلدك دي كلها زراعه، هسه جنبك زرعه هذه جنبك وجيعان، والسعوديه الحارقاك دي الله قال بواد غير ذي زرع، وتمش تاكل جداد لما تشحم.
انا قاعد هنا وزني 62، مشيت شهر جيت لقيت 79. هادي حلها كيف الموضوع ده؟ ما طويل بواد غير ذي زرع. الفرق شنو؟ كان مسألة الزراعة وكل وفهم دنيا وزيك كذي، كان هون يختربوا يجوا يشتغلوا هنا، ما بلدنا زراعة ولا كيف؟ انت بتسافر ليه؟ السبب الموضوع الجبيل الود البرمودة ذاك مرك كذي وقال إسرائيل وعبادة الله السبب الموضوع ده، والله الذي لا إله غيره. لأنه حديث في مستدرك الإمام الحاكم حسنه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنت عاشر عشرة من المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رسول الله، فأقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم وقال: معشر المهاجرين، خمس خصال إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. والشغلة دي قاعدة في بلدك دي، جوت الساي تركب حافلة قبل يومين راكب شغالين يغنوا فاحشة منتشرة وبلاوي ويدعوا ليها، لقيته في البياع قال لي لا لا وأبويا مراغبني. ده دار يعمل شنو أبو مراغب ده؟ الحاسد شنو؟ والله كلها بلبلة في البلد دي. تمشي لقدام في الحديث قال: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء فلولا البهائم لم يمطروا، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، وما خفر قوم عهد الله. ودي في بلدك دي خفروه والله إلا من رحم الله. تعرف عهد الله شنو؟ وما خفر قوم عهد الله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل بأسهم بينهم. وأخطر شيء في الخمسة ديل الرابعة دي: وما خفر قوم عهد الله. خفر قوم عهد الله يعني ضيعوا عهد الله سبحانه وتعالى. تعرف عهد الله شنو؟ الموضوع العظيم ما لقيت واحد مناقش جخش دافع عنه، وهو التوحيد. والله إذا عهد الله، قال تعالى في سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. دعا عهد الله ما الناس جت بيجوا بخشوا لنا هنا القسوة ولافين بنبذوا في الحكومة وخالينا ونساي حسي دي قسوة معاك، وبعد شوية الجوع موضوع جد أكل نيانيا كلهم إلا من رحم الله. وشغالة المخبازة بيجاي شغالة ومديدة شغالة وأكل، وده ذاته بكون متغدي. أنا جيعانسي ده بكون متغدي ذاته الجا خشة ده، وقول لك الجوع والتعب ما بزول خشة هنا بدافع عن الله. حسي ده ما كلام بيألم وينتقدوك انت؟ ده قال لك إسرائيل والله ما الله هو اللي احتل إسرائيل. ده الجبيل الود الجبيل الأول ده الله ما هو اللي احتل إسرائيل، دي كلمة شينة وده كفر وتنقص في حق الله سبحانه وتعالى. لكن الله ابتلانا لما خالفنا أمره، قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. دائرك تمام أي شراب تمام وترتاح كويس أي وحد الله تعالى واشتغل في التوحيد، الله بيفتح عليك وبوفقك ما في. طيب قال المواطنة والناس تعيش كيف، وكم قبيلة في السودان، وما هي ومساحة السودان. مساحة السودان يا تقبل الانفصال ولا بعد الانفصال، والسودان ده يا تزاتو في ناس. مشكلتنا ما مساحة، مشكلتنا هسه انا حددت عليك بتستفيد شنو؟ دائرة الرضا امشي الشمالية دي بين الغرية والثانية كراعك تبرد، داير شنو انت؟ ومساحة السودان هسه مساحتك انت كم؟ انا ما عارف اخلي السودان جد يا ناس. ده موضوع هسه مساحة السودان كم قبيلة في السودان؟ قبائل السودان ديل جد بلمون التوحيد والله كلام. قالوا عالم من العلماء وهو الفوزان في شرحه لشرح السنة، قال: الذي يجمع الناس التوحيد. والله ما تقول لي دغدغ ساي ودارين نحل المشكلة بين ديل وديل، بكرة واحد بيجيب لك كلمة تاني بتدور. لكن اللي بيحلها الناس تمسك في الله، ده اللي بيحلها. أي قبيلة عقيدتها في الله تمام كذي بيقوا أخوان.
قال تعالى في القرآن: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته شنو يا إخوان؟ أنت بتدقدق في العواطف. نحن مشكلتنا مع قبيلة، نحن هسي قاعدين هنا أخوان كلنا كذا، خلي باقي أخواننا من المسلمين ديل ناس نزات وبديقن ديل هسي أشكالهم واحدة، وشايفين نحن بيناتنا تفاضل بشكل وبغيره. يا أخي ما مشكلة تفتح أنت بتدقدق عواطف الناس، قبيلة وما قبيلة، ولي مصريين نحن سودانيين ذاته، طيبت قبائل برا ما كلنا سودانيين وأخواننا، وفي النهاية والمسألة دي ماشية. والذي حكم الله تعالى به في القرآن قال: إن أكرمكم عند الله شنو؟ أتقاكم. لكن الفرق القبائل دي وغيره الشرك بالله تعالى، لأنه ديل عقيدتهم في البرع، ديل عقيدتهم في المكاشف، ديل في الكباشي، ديل في صايم ديما، ديل في الركين داك بغادي. قال الرسول جاهم في المنام في مربع ستة في الكلاك لو أكل بطيخة معاون داك بغادي. انت ده ما بهمك، هسي بطيخة ده ما بهمك، تجي تقول لي عدد القبائل كمان انسي وريتك، لا تبتحيل. شنو يعني المشكلة؟ المشكلة دي حلها الرسول عليه الصلاة والسلام، جاب التوحيد، جاب التوحيد. أبو بكر من قريش العرب، بلال من الحبشة كله قاعد، صهيب الرومي، سلمان من وين؟ فارس. بيناتهم مفاضلة في قبيلة ولا بالدين؟ مش بالدين. وبلال يطلع يأذن رضي الله عنه، وأحسن من أي قبيلة الليلة في الأرض بلال رضي الله عنه. فمسألة مسألة دين يا شيخنا، ما مسألة قبيلة وغيره، ده الجواب. طيب قال جون قرن: التعايش بيناتنا التوحيد والسنة وأخوانه يمشوا يركبوا في المواصلات سواء. نحن في مشاكل بجاي في البلد دي، وركبوا ده شغالكم ساري وده سواق والأمور واضحة. طيب قال هجانا ده، قال جون قرن: أنا مستغرب الزلة لما جت، أنا لقيت باركوة لكن باركوة قدر ده ما لاقاني. الزول ده لما جون قرن ومحمود محمد طه والتاني وين، وجابي غادي وداعش بيجاي وشال موزة بيغادي، يا زول شغلتك دي ما بتجي جون قرن جب. طيب قال الحرية يا أمة، قال الحرية وبدندنوا في الحرية وما الحرية، يا أخي الحرية دي بالراحة خلي أي نص. هسي البلد دي قبل يوم ولا يومين أمس دي ام درمان هنا دي جنب يا ام درمان بويني بيجاي، انت عارف ام درمان صينيه جنب حوش الخليفه، والله العربات دي شكت، انا راكب عربيه الشك وشفتها دي في دي، والركشه جات خاشه وده مرق من الاكسن ركب ماشى بغادي وجاته، جبت مرور واحد بس وقف في النص قال لي ده زح كذي خش بيجاي كذي، اقسم بالله ما تم خمسة دقائق فارتقى شتها الشغله دي نظمها عربات في البلد دي، خليتها حرية. ده ما بيركب فوق الركشة وداك بيجي بزيت واي بيخش فيها ونشط، صح ولا ما صح؟ بتاع المرور ده ما نظمه. فدين الله ده يا ناس الموضوع ده طويل وكذي، وانا ما تشوف الشغلة دي من اغنعك بغير دليل، وما تشوف الباسطة دي ذاتها عندها شغل فوق، يا ناس خلوا الموضوع ده. طيب بعد ذاك ذكر مجموعة من الاشياء، جاب السعودية وجاب كذي من قبل بيجيبوا في السعودية، يا ناس نحن سودانيين ما في شيء والله. وذاك قبل قال كان في حرب مع السعودية، ليه لو في حرب مع مصر ليه تجيبت السعودية؟ وانت بس السعودية قصدك بالذات، لو في حرب مع مصر مش دولة إسلامية، اي مسلم ده عليه حرب مع مسلم. نحن بنقول والله إنما المؤمنون إخوة، بنزيح بعيد. بعد ذاك في آيات تانية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم.